أول بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المحلية الوطنية. الثاني الحوكمة الرشيدة. الثالث التواصل والتكامل مع المنظمات الإسلامية وغير الإسلامية. الرابع كان بناء الجسور بين المؤسسات والحكومات والدول إلى آخره. والخامس اللي هو الترانسبرنسي اللي هو الشفافية ومعايير الشفافية. دي كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها وداخل فيها اللي بناء قدرات الفرد العام. قدرات المؤسسات الوطنية أصبح فرد عين لكي تستطيع أن تتماشى مع معايير العمل الإنساني الدولي ولا تكون لقمة صائغة في مهب الريح أمام الحرب العالمية. بناء القدرات مهم جدا 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 بتاع الأفراد. لماذا؟ لأن هذا الفرد هو الذي يشغل المؤسسة الوطنية. الحوكمة الرشيدة اللي بتحكم فيها مجالس الإدارات وكيف نعين مجالس الإدارات وكيف نختار رؤساء الأقسام وكيف نعلن عن هذه الوظائف أمام الناس الدورية اللي احنا نتكلم عنها. التواصل للكوميونيكيشن والتواصل ده مهم جدا. لماذا؟ التواصل ما بين الجمعيات يعني أصبح مهم جدا 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 عشان يعرفك من أنت، سواء كان مع حكومة أو مؤسسة دولية أو مؤسسة أممية أو مؤسسة إيه مانح. الرابع اللي هو بناء الجسور بينك كمؤسسة وطنية أو مؤسسة عربية أو مؤسسة إسلامية أو بين كل الناس. الخامس هو بناء الشركة دي. وخمسة بناء الشركة تتشارك. ما فيش أي مؤسسة حاليا في العالم تستطيع أن تتصدى لمشكلة وحدها، حتى لا تستطيع حكومة وحدها أن تتصدى لمشكلة كمثلا مشكلة سوريا أو مشكلة اليمن. فلابد يكون في شراكات بين هذه المؤسسات بعضها البعض.